هاي هي صينية السندويشات رح يتفوا عليها كل العيلة بحشوة الجاج اللي بتشهي القلب ومعمولة من خبز الشراك، وما رح تاخد معاكم أكتر من 15 دقيقة، وكل سندويشة رح تكون أطيب من السندويشة اللي قبلها، يعني لما تبلشوا تاكلوا منها ما رح توقفوا على قد ما كانت طيبة وتزبط للفطور أو للعشاء أو حتى لضيوف الغفل اللي ما بتعرفوا إنكم تعملوا لهم أكلات سريعة. أول شيء أخذت صدرين من الجاج قطعته مربعات صغير مع معلقتين زيت زيتون على النار، قلبتهم لصار لونهم أبيض، ضفت عليهم بصل مقطع جوانح، فليفلة أو فلفل الرومي اللي مقطع جوانح، وشوي من الثوم المهروس. بس استوى شوي حطيت ملح فلفل أسود وبهارات جاج وبابريكا وقلبتهم لاستوت الجاج والخضروات عندي تماما. معلقتين السماء هدول هن زادوا نكهة خرافية على الوصفة. أخذت خبز الشراك، خبز الصاج، خبز العربي اللي بدكم ياكلوا بمشي. عشان نعطيها قوام أطيب ونكهة ألذ أخذت أكيد جبنة الكريمة بنكهة الشدر موجودة بأكثر من حجم بكل الأسواق، وحطيت على الخبزة، حطيت من الحشوة، حطيت جبنة موتزاريلا أو جبنة شدر إذا متوفر عندكم، ولفيتهم مثل الساندويش بالضبط. صفتهم كلهم على الصينية ودهنتهم بصلصة بندورة أو بصوص بيتزا إذا كان عندكم بيكون أطيب. جبنة موتزاريلا على الفرن 10 دقايق، ما بتصدقوا شو طلعت، بتشحي القلب.